تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسالة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية والتي تعقد في تونس خلال شهر مارس المقبل. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاعة اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، معالي السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص لفخامة رئيس الجمهورية التونسية، حيث نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات فخامته لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وخلال اللقاء رحب سموه بمعالي السيد الجهيناوي مؤكدا سموه على ما تشهده العلاقات البحرينية التونسية من تطور في مختلف المجالات والبناء عليها نحو مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. وأبلغ سموه معالي السيد الجهيناوي بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنيات جلالته للجمهورية التونسية الشقيقة دوام التقدم والنماء. وأعرب سموه عن تمنيات مملكة البحرين للجمهورية التونسية الشقيقة كل نجاح والتوفيق في استضافة أعمال القمة العربية القادمة، وتطلع المملكة إلى ما سوف تسهم به القمة من دعم للتضامن وأطر العمل العربي المشترك. من جانبه أعرب معالي السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص لفخامة رئيس الجمهورية التونسية عن شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة للقضايا العربية والعمل العربي المشترك، منوها معاليه بما أبداه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية التونسية.